يعني كمان بشكر الحضور الكريم اللي لسه موجود لغايه دلوقتي وصامد، صامدون حمله صامدون، ومتشكرين جدا على البرنامج الرائع دكتوره سناء، اكثر من رائع، والبروجرام فيري ساينتفيك فروتفول، والحقيقه كلنا بنستفيد منه جدا. شكرا للجنه المنظمه، وشكرا لوجودي على المنصه مع دكتور ماهر ودكتوره يسرى. دكتور ماهر اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا يعني اقف لان انا هتكلم على استاذتي الدكتوره استاذ دكتوره سناء يوسف. ما ينفعش اتكلم عن الدكتوره سناء يوسف وانا قاعد. دكتوره سناء يوسف يعني لما بيجي اسمها في اي مناسبه يعني احنا مش هي عارفه اكيد وحاسه باللي انا عايز اقوله. لما بيجي لي عيان في العياده يقول لي انا متابع دكتور سناء يوسف ببقى يعني عايز اقوم احضنه يعني والله يا دكتوره سناء دي حقيقه فعلا. ربنا يا رب يديك الصحه، وربنا يا رب يزيدك علم وتعلمينا. ربنا يخلي حضرتك. وطبعا شرفني جدا وسعدني ان انا اقدم الاستاذ دكتور اياب خيري. وكده مفتوح الدكتور اياب خيري الخشاب، عشان هو مشهور بره قوي بخيري الخشاب او باياب الخشاب. الدكتور اياب يعني شويه شويه هيكتبوا مستشفى الدمرداش باسمه، لان انا برضو لما بقول لعيان انا في مستشفى الدمرداش اطفال بيقول لي عن دكتور اياب خيري او عن دكتور اياب الخشاب. طبعا هو دفعتي وصديقي وحبيبي، وانا يعني سعيد جدا جدا ان انا بقدمه. دكتور اياب العلم والاخلاق والجدعنه والشطاره، ربنا يا رب يزيده علم. اتفضل دكتور اياب هيكلمنا على الورلد بوست بايوتيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا الاول بحييكم جميعا انكم صامدون الى هذه اللحظه بجد، وشايف ما شاء الله اول مره دكتوره سناء اخد بالي ان في ناس داخلين امتحان الدكتوراه عندنا. طب ايه راي حضرتك بقى وانا قاعد دلوقتي من المحاضرات اللي اتقالت السؤال جه في دماغي خلاص. تمام، ايه رايك بقى يا استاذ اورال دلوقتي؟ طيب يعني اطمنوا القعده مش جايه ببلاش يعني. اوكي، انا ما قلتش محاضرتي انا، تمام، انا قلت في محاضرات النهارده ان شاء الله. اوكي، انا طبعا بشكرك ماهر. ماهر ده اخويا دفعتي، وكنا بنلعب كوره مع بعض من زمان، ولغايه دلوقتي في تعاون جامد بيننا. دكتوره سناء استاذتي العظيمه وعروستي الجميله، يعني معانا كده تحسوا. طب بذمتكم الصوره دي يا وائل مش تمشي عريس وعروسه؟ ها صح ولا لا؟ ايه ممكن ممكن وائل طلع علقم مني، واخد بالك، خد اللقطه مني. وائل ماشي يا وائل، خلاص طلعت انصح مني فدي حبيبي. اوكي، التوك اللي هتكلم عليها النهارده عن مفهوم جديد، وركزوا ان الايرا دي قادمه في طب الاطفال. هتبقى المراحل الجايه كلها المحاضرات عن وات از كولد بوست بايوتكس. التوك دي سبونسرد باي دانون ابتميل، لكن الساينتفك كونتنت بتاعها يعني بتاعي، وائل شاهد على هذا، لان كنا لسه انا وائل في مؤتمر في فالنسيا من اسبوعين وسمعنا فعلا معلومات جديده تماما عن البوست بايوتيك. في البدايه كلمه بايوتيك هي بايو اكتيف فاكتورز. بايو اكتيف فاكتورز يعني فاكتورز ليها بايولوجيكال اكتيفيتي، تطلع سبستنس، يطلع مايكروب، يطلع فود كومبوننت، نيوتريانت، ميتابولايتس، واتس ايفر. اهم حاجه ان البيوتيك ده وين كونسيومد يعمل بينيفيشال افكت للهيلث اوف ذا هوست. طيب النهارده عندنا اربع انواع رئيسيه من البيوتكس: البري بايوتكس اللي هي النون دايجستبل فايبرز ومش موضوعي النهارده، البرو بايوتكس اللي هي الليف اورجانيزمز، والدكتوره ياسمين في المحاضره اللي ورايا هتتكلم عن وات ار ذا برو بايوتكس، سيمبايوتيك دي اللي هي البروبايوتيك والبريبايوتيك مع بعض. تمام، عشان دول بيبقوا الاثنين اكشنز مع بعض. البريبايوتيك بتغذي البروبايوتيك، والبروبايوتيك بتعمل فيرمنتيشن للبريبايوتيك. نيجي بقى للترم الجديد اللي هو البوست بايوتيك. اولا احنا الريفرنس بتاعنا دايما في اي حاجه هو مين؟ البريست ميلك. البريست ميلك بيحتوي على الثلاث حاجات، في البريبايوتكس اللي هي الاوليغوساكرايدز اللي هي اسمها هيومن ميلك اوليغوساكرايد، في بروبايوتكس، ولقوا في كمان بوست بايوتيك. طيب انت ذكرت لغايه دلوقتي مرتين بوست بايوتيك، ايه هي بقى البوست بايوتكس ديت؟ باختصار كلمه بوست بايوتيك، وده اللاست ديفينيشن اللي اتعمل وتوافق عليه بالانترناشنال ساينتفك اسوسيشن
of probiotic and prebiotics وتوافق عليه باي الاسباجان. انا من سنه ونص ورا قلت محاضره عن البوست بايوتيك، الديفينيشن كان مختلف عن كده تماما. الديفينيشن الجديد دلوقتي كل كلمه فيه ليها معنى وهشرحها واحده واحده. A preparation of inanimate microorganism and or their components and products will give health benefit على التارجت هوست. ده الديفينيشن اللي اقر من 3 اشهر بس ورا، يعني تقريبا كان شهر 6 يا وائل، شهر 6 2022. هي كلمه بوست بايوتيك جايه منين؟ كلمه بايوتيك يعني حاجة related أو resulting from living organism، وكلمة post يعني بعد، فpost biotic لو هترجمها after life. الـ definition القديم كان بيقول إن الـ post biotic دي الـ products of microorganisms أو الـ probiotic، وكانوا حتى بيقولوا كده إن الـ post biotics تعتبر عن او انها بورن من اللاف اللي بيحصل ما بين البرو والبريبايوتكس، ان البروبايوتك بتفرمنت البريبايوتك تطلع برودكتس، هي دي البوست بايوتك. هذا الديفينيشن اختلف دلوقتي. نرجع للديفينيشن الجديد، اول كلمه فيه كلمه بريباريشن. بريباريشن معناها ان الحاجه دي بريبيرد، يعني سواء الاورجانيزم بقى ان اكتيفيتد او في برودكت طلع، تمام، دي في بريباريشن حصل. عشان كده البريباريشن اللي حصل سواء الطريقه اللي حصل بيها ان اكتيفيشن للمايكرو اورجانيزم او اللي حصل بيها برودكشن لاند برودكت هتفرق كتير قوي في الفانكشن والكاركترستكس اوف ذيس اند برودكت. اذا كلمه بريباريشن لازم هي حاجه بريبيرد، اي شود نو هاو ات از بريبيرد، لان كل طريقه بريباريشن هتفرق في الاند برودكت اللي طالع. الحاجه الثانيه كلمه ان انيميت. ان انيميت كلمه معناها ايه؟ معناها ان هو كان في هنا حاجه ليف، كان في ليف مايكرو اورجانيزم، ولكن اللي حصل ان دلوقتي كيلد. بس كلمه ان انيميت تقول ان هو كيلد من غير ما تقول ان هو فقد الهيلث بنفيتس بتاعته. لا بيقدرش يحط كلمه انرت او ان اكتيف او ديد، لان دي معناها انه مش شغال. فعشان كده شالوا الجمل السابقه وحطوا كلمه ان انيميت. القصه الثانيه كلمه كومبوننتس. ماذا نعني بكومبوننتس هنا؟ كومبوننتس تعني ايه؟ يا اما مايكروبيان سيل كومبوننت، جزء من الميكروب، حته من السيل وول البايلي بتاعته، اي ستراكشر موجود في الخليه كان بي اي بوست بايوتيك، بلس ماينس الاند برودكتس اند ميتابولايتس. تمام. اخر كلمه في الديفينيشن انه شود هاف هيلث بنفيت، يعني انا ما اقدرش اقول على اي حاجه انها اي جود بوست بايوتيك الا لو لقيت عندي بروبرلي كنترولد هاي كواليتي كلينيكال ترايل اثبتت البنفيت بتاعتها. تمام. ده كل ده يحمله الجمله اللي مكتوبه قدامكم. اوكي، اذا باختصار البوست بايوتيك هي يا اما الانتكت ان انيميت مايكروبيال سيل، الخليه كامله بس ان اكتيفيتد، او مايكروبيال سيل فراجمنتس او ستراكشرز، او الاند برودكتس او الميتابولايتس زي الاورجانيك اسيدز، زي الشورت تشين فاتي اسيدز، زي بعض الانزيمز، زي البكتيريوسين اللي بتنتجه البكتيريا. كل ده يعتبر ايه؟ بوست بايوتيك. عشان كده ده مش هعيده تاني، اللي على الشمال ده مختصر ما هي البوست بايوتيك، الناحيه اللي هناك دي اللي ما يعتبروش بقى بوست بايوتيك، محدش يحشر الفيروسز انها بوست بايوتيك، محدش يحشر الفاكسين ولا اي فلتر ما فيهوش سيل كومبوننت ولا اي بيوريفايد مايكروبيال كومبوننت، ما تحشرهمش انهم ايه؟ انهم بوست بايوتكس. تمام. ولا اي بيوريفايد مايكروبيال ميتابولايتس. عشان كده هو لازال في خلاف الى النهارده، ولما حضرنا انا وائل هناك في فالنسيا المحاضره اللي اتقالت من الناس اللي حاطه الديفينيشن، سالته سؤال في اخر المحاضره،
يعني معنى كلامك ان وجود انتكت ان اكتيفيتد سيل شرط ولا لا؟ سكت. قلت له السؤال ده احنا ممكن نستقله في اي حته الاجابه، وكان وائل عارف الاجابه دي. قال لي تراي تو سكيب ذيس كويستشن بيكوز ذير از نو انسر. يعني لغايه دلوقتي ستيل مش قادرين يقولوا وجود الانكتيف هول سيل از ا ماست اور نوت. عشان كده الديفينيشن بيقول لك ان انيميت اند اور كومبوننتس with or without the end products. اوكي تمام، ايه بقى مميزات البوست بايوتيك عن البروبايوتيك؟ من ناحيه السيفتي البوست بايوتيك از نوت فايبل، عشان كده مفيش اي ريسك انها تو اكواير او تو ترانسفير انتيبايوتيك ريزيستنت جين. مفيش اي ريسك انها تنترفير with the normal colonization of gut microbiota. مفيش اي ريسك ان يحصل لها translocation من اليومن الى البلد، وبالتالي will never cause any bacteremia او فانجيميا. طيب من ناحية الافكاسي، لو ان الاكتف موليكيولز الريليز بتاعها من non-viable disrupted cell هيبقى اسهل، وبالتالي هتروح directly على الميكوزا اسرع، وهتبتدي تعمل ستيميوليشن للميكوزا الابيثيليال سيلز وتدي البينيفيشال افكتس بتاعتها. الحاجه اللي بعد كده ككونفينينت، هل هي مقنعه ولا لا؟ ببساطه البوست بايوتيك فيري ايزي تو ستاندردايز وترانسبورت وستور. انت طبعا البروبايوتيك بتخاف عليها، ده ليف بكتيريا، هيحصل لها ايه؟ هعمل ستور صح ولا لا؟ وهتموت ولا لا؟ هتحصل لها اكتيفيشن او بروليفريشن ولا لا؟ هنا ده مش موجود. reliable dosing يعني ايه؟ البروبايوتيك الدوز بتاعها ممكن تختلف according to the cell viability. هنا I have non-viable cells وبالتالي الدوز ثابتة. long half-life لاني مش محتاج refrigeration ولا محتاج طريقة معينة للتخزين. الحاجة الأخيرة I can use it with antibiotic. انت خايف من ايه؟ الليف بكتيريا بتخاف للانتيبايوتيك يقتلها او يموتها، انما انت هنا مش خايف من اي حاجة و can be used with the antibiotic. اوكي ايه الميكانيزم اوف اكشن وايه البينيفيشال افكت بتاعتها؟ احنا اتفقنا ان ممكن تكون الانتكت ان انيميت سيل او الكومبوننتس بتاعتها. السيل فراجمنتس دي لقوها بتشتغل على التول لايك ريسبتورز، ولما بتشتغل على التول لايك ريسبتور بتاثر على بعض المولكيولار فاكتور زي النيوكليار فاكتور كابا، وده بياثر على انتاج الانترلوكينز البرو انفلاماتوري والانتي انفلاماتوري. بينهبت البرو انفلاماتوري وبيستيميوليت الانتي انفلاماتوري سايتوكاينز. الحاجه الثانيه في برودكتس طالعه ليبيدز كربوهيدراتس فيتامينز اورجانيك اسيدز كومبلكس مولكيولز بروتينز بيبتايدز حاجات كتيره قوي، من اشهرهم الشورت تشين فاتي اسيدز اللي ليها دور كبير جدا في الريجوليشن اوف اميون سيستم، في تروفيك افكت على الانستاينال والكولونيك ميكوزا، وليهم في نفس الوقت دور مهم جدا في الكنترول اوف ابيتايت والكنترول اوف انسولين ريزيستنس والكنترول اوف كوليسترول والكنترول اوف بلاد جلوكوز. اذا لهم ا لوت اوف ميتابوليك اكشنز. والبيوتيريت كمان واحد من الشورت تشين فاتي اسيد ليه دور في الاندكشن اوف فود تولرنس. طيب باختصار الميكانيزم، خمسه ميكانيزمز. اول واحده فيهم ان هو فعلا بيقدر يموديوليت الريزيدنت مايكروبيوتا عن طريق البرودكتس اللي بيطلعها، بيقدر ينهبت الباثوجينيك بكتيريا ويستيميوليت البينيفيشال بكتيريا. الحاجه الثانيه بينهالز الانستاينال ايبيثيليال بارير فانكشن، يعني بيقوي الانستاينال بارير، لا يصعب بعدها هيصعب اي حاجه انها تعمل له اختراق بعدها. الحاجه الثانيه بيشتغل على الاميون سيلز لوكالي وسيستميكالي، بيأثر على التي ريجولاتوري الليمفوسايت، بيأثر على الدندريتك سيلز، بيأثر على النايف تي سيل، وبيحسن البالانس ما بين تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2. تي هيلبر 1 مسؤول عن ايه؟ الاميونيتي، انما لو زادت عن حدها هتعمل اوتو اميونيتي. تي هيلبر 2 مسؤول عن ايه؟ الالرجي. البالانس ده بيمنع الالرجي وبيحسن تماما او بيمنع الاوتو اميون ديزيز. الحاجه اللي بعد كده زي ما قلت ان ليه موديوليشن اوف سيستميك ميتابوليك ريسبونس، ودي هتكلم عليها هي والنيرفس سيستم في السلايد الجايه.
الموديوليشن اوف سيستميك ميتابوليزم زي ما قلت لكم ليه دور في الجلايسيميك كنترول، الانسولين ريزيستنس، الانسولين سنسيتيفيتي سوري، الليبيد ميتابوليزم، ولقوه كمان بيكنترول الابيتايت، عشان كده بيقلل او ليه انتي اوبيزوجينيك افكت. الناحيه الثانيه عن طريق برودكشن اوف سيروتونين، دوبامين، جابا، اذر نيوروبيبتايدز، ممكن ياثر على السي ان اس، ياثر على الكوجنيشن، ياثر على المود of the CNS ويأثر على a lot of functions في ال CNS. اوكي، احنا بقى لو حسبنا البنفيشال افكت بتاعتنا هو ملائم جدا جدا للديفلوبينج كانتريز. ليه؟ اولا زي ما قلت انه مش محتاج استريكت برودكشن ولا ستورج تكنيكس، ما هوش ليف بكتيريا، وبالتالي مناسب لظروف الديفلوبينج كانتريز. الحاجه الثانيه عشان هو مش فايبل بكتيريا، I can use it في أي مريض عنده immune compromisation وأنا متطمن. critically ill, premature, بياخد cytotoxic, immunocompromised لأي سبب I can use it وأنا متطمن. طيب تلخيص بقى ليه الـ beneficial effects بتاعته، locally ليه immune modulator effect، له anti-inflammatory effect، له antimicrobial وبيستيمولات الـ gut barrier. systemically له antioxidant، بيقلل الكوليسترول، anti-hypertensive، انتي بروليفراتيف وانتي اوبيزوجينيك. خلي بالك من الجمله اللي مكتوبه تحت، تمام؟ مش كله زي بعضه، مش اي بوست بايوتيك زي الثانيه. الاورجانيزم اللي دخل في تصنيعها وطريقه اللي استخدمت هتؤثر على الكاركترستكس والفانكشن اوف ذا اند برودكت. اوكي، ندخل بقى على التكنيك اللي اسمه لاكتوفيدس تي ام تكنيك. انا هقول عليه لاكتوفيدس بس وخلاص. ده بروسس الحقيقه ليها براءه اختراع عند دانون. البروسس دي بيعملوا او لا ما استعملوها، عملوا بايونيرنج لليوز اوف بوست بايوتيك في الانفانت فورمولا. ايه بقى اللاكتوفيدس دي وايه قصتها وعايزين نفهمها مع بعض. الاول يعني ايه فيرمنتيشن. كلمه فيرمنتيشن واحده من الاولد فود بروسيسنج تكنولوجي. كل اللي بيحصل فيه الفيرمنتيشن جبنا فود ستاف بروكن داون باي مايكرو اورجانيزم، يطلع فانجس يطلع بكتيريا، المهم انه حصل له بريك بروكن داون، وده ادى الى لما اتكسر ده حسن الكواليتي والدايجستابيليتي والتولرانس بتاعه. ده معنى كلمه فيرمنتيشن، موجوده من قديم الازل. المايكرو اورجانيزم زي ما قلت اللي بيستعمل في الفيرمنتيشن بيحدد الاوتكم اوف فيرمنتيشن والكاركترستيك بروبرتيز بتاعه البرودكت. الحقيقه ريسنتلي في مودرن تكنيكس طلعت كتيره قوي في عمليه الفيرمنتيشن، تمام، وساعدت مصانع كتير قوي انها تطلع او تعمل فود برودكشن، وحسنت فعلا قدرت تطلع حاجات نيو وهيلثي والتيست بتاعها افضل ومايكروبيالي سيف food products. ده معنى الفيرمنتيشن، تمام، وانه فعلا تطور لانتاج حاجات حديثه كتير قوي. ال International Scientific Association of Pro and Prebiotic قسمت الفيرمنتد فود كلاسيفيكيشن الى حاجتين مهمين. ليف اورجا مايكرو اورجانيزم موجود، انت بتاكل الحاجات دي كل يوم، في حاجات فيرمنتد بتاكلها بعضها المايكرو اورجانيزم موجود فيه، اشهرها الزبادي، تمام، لكن داخل معانا حاجات تانية، اغلب الجبن، ساور كريم، بعض السيريالز، في عندنا حاجات كتير الاورجانيزم موجود، وفي مجموعه الاورجانيزم مش موجود، ده الفيرمنت برودكت بس، اشهرهم العيش، مش العيش بيتخمر، اشهرهم العيش. في كمان الهيت تريتد او الباستورايزد فيرمنتد فيجيتابلز، وفي عندنا ملناش دعوه احنا بيها قوي دي، بعض انواع البيره بتبقى فيرمنتد يا وائل، انما الواين غالبا مبقاش فيه الاورجانيزم يا وائل. اوكي، الحاجات بقى اللي ما تعتبرها ليش فيرمنتد فود خالص، الكيميكال، الفريش سوسيس، الفيجيتابلز، والمخللات، والكيميكال بروديوسد صويا صوص، والفسيخ والرنجه، السولتد فيش، ما حدش يقول لي دول فيرمنتد فود، لا، ولا المخلل فيرمنتد فود. اوكي، طيب الا في حاله واحده، بعض انواع المخلل بيحطوا عليها الطرش البلدي، بيحطوا عليه
مش مهم بيحط عليه ايه، يعني مهم بيحط عليه حاجة خلاص تحافظ عليه شوية. لا مش هقول هي ايه اصلا، لو قلت هتبقى مشكلة. ما علينا، معايا اللاكتوفيدس بقى فيرمنتيشن ده زي ما قلت لكم حاجة جماعة، ده براءة اختراع لنيوتريشيا، بيعتبر يونيك فيرمنتيشن بروسس، عملوه تو بروديوس بارشيالي فيرمنتد انفانت فورمولا، بتدي بيتر دايجستابيليتي وتولرانس للفورمولا. ده من سنة 94 ابتدوا يعملوا التكنيك دوت. طيب البروسس دي استعملوا فيها تو مايكرو اورجانيزمز، الاثنين لاكتيك اسيد بروديوسينج، عملوا فيرمنتيشن، انتهى بان في عندنا مايكروبيال انزيمز تم انتاجها زي اللاكتيز، يعني هيهضم اللاكتوز عشان كده بيتر دايجستابيليتي. بكتيريا الميتابولايت زي اللاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد هيعمل اسيدك بي اتش، هيبقى انسيوتابل جروث اوف هارمفول بكتيريا، هيبقى ليه تروفيك افكت على الكولونيك ميكوزا، وعندنا بكتيريال سيل كومبوننت. طيب اللاكتوفيلس تكنيك دوت سمح فعلا ان يبقى فيه برودكشن اوف، ركز بقى، سيف كواليتي كونسيستنت، يعني كواليتي ثابته وسيف فيرمنتد انفانت فورمولا، فعلا بوزيتيفلي افكت ذا جي اي تي، وكمان بتحسن الجت مايكروبيوتا. طب ايه هم التو اورجانيزم، او دي بسرعه كده التكنيك اللي اتعمل اللي هو الفيرمنتيشن واللي ادى في الاخر الى فيرمنتد انفانت فورمولا. التو اورجانيزمز اللي استعملوهم، واحد منهم ستريبتوكوكس ثيرموفيلس او 65، ده ايزوليتد من الزبادي العادي، واختاروه علشان بيطلع كميه محترمه من اللاكتيك اسيد وليه قدره على ترانس جلايكوزيليشن. الحاجه الثانيه بيفيدوبكتيريوم بريفي سي 50، دي بتبقى ايزوليتد من الفيسز بتاعت الهيلثي انفانت، خدوها الحقيقه لانهم لقوا ان البوست بايوتيك اللي طالعه من الفيرمنتيشن باي بيفيدوبكتيريا بريفي سي 50 بتقدر تعمل سبريشن للكلوستريديوم وللبكتيرويد فراجيلس اللي هم ايه باد بكتيريا، وبتعمل ستيميوليشن للبيفيدوبكتيريا. طبعا لو بصينا هنا التو سترينز الافسا سمحت بيهم ان هم سيف من سنة 2015، وانت عايز ايه اكتر من ان التو سترينز موجودين في الهيومن ميلك. طيب البينيفيشيال افكت بتاعت البوست بايوتكس اللي طالعة منهم، لقوا انها زي ما قلنا بتحسن البيفيدو بكتيريا وبتقلل الباثوجينيك بكتيريا وبتقلل السيفيريتي اوف دياريا. لقوا حاجة كمان، البوست بايوتك اللي طالعة من الفيرمنتيشن باي ذيس تو اورجانيزمز بتزود الليفل اوف سيكريتوري اي جي اي اجينست بوليو، وبتحسن الثايميك اندكس قريب من البريست فيد. اوكي الحاجه بقى اللي تم اكتشافها ايضا، ان اللاكتوفيدس بروسيس ديت قدروا بيها يبرديوس ترايجلسرايد. ترايجلسرايد يعني اوليغوساكرايد، استراكشرالي فيري سيميلر ل 3 جلاكتوزاين لاكتوز اللي هو 3GL. ده أوليغوساكرايد موجود في الهيومن ميلك، قدروا بالتو بكتيريا دول ينتجوا 3GL دوت. طب 3GL ده ليه قيمة؟ يعني بيساعد على البروتكشن اوف انتستاينال ميكوزا وبليه انتي انفلاماتوري افكت. عندك دليل على ده؟ مع بعض بقى القصة هنا، ده بحث اتعمل عشان يشوفوا ان كان 3GL له انتي انفلاماتوري افكت ولا لا. عملوا ايه؟ جابوا فانجل توكسين وعملوا له، الفانجل توكسين ده قادر على انه يعمل بريك داون وديسربشن للانستاينال ميكوزا، وشافوا المجموعه اللي تعرضت له بس، واللي خدوا جلوكوز ايزومر واللي خدوا 3GL، لقوا ان انتاج الانترليوكين 8 which is برو انفلاماتوري سايتوكاين اقل بكتير في اللي خدوا 3GL. اذا هو لعب فعلا ليه انتي انفلاماتوري افكت عن طريق التاثير على الانيت اميونيتي. الحاجه الثانيه برضو حكايه بروتكت الفانكشن بتاعه الانتستاينال بارير، عملوا نفس التست وشافوا الانتستاينال بيرميابيليتي. بصوا هنا اللي خدوا التوكسين بيرميابيليتي عاليه جدا، والجي ال ايزومر كانت
برضو تقريبا زيها. بص اللي خد 3 جي ال كان تقريبا كومبارابل مع الكنترول، يبقى هي حسنت برضو البرميابيليتي. اوكي، الواقع دلوقتي ان ابتدى يفكروا يعملوا كومباينيشن خلاص، وده نيو انوفيشن اللي عملته دانون في الملك في الابتاميل فورم بتاعتها. عملت ايه؟ هما من قديم الازل، وهرينا الكلام ده كلام، ان هما عندهم بري بايوتيك ميكستشر شورت تشين جوس ولونج تشين فوس. جوس ده اللي هو جلاكتو اوليجوساكرايد، فوس اللي هو فراكتو اوليجوساكرايد، بنسبه 9:1. واختيارهم رغم ان الجوس والفوس مش موجودين في البريست ميلك، لكن هما قريبين في التركيب جدا للهيومن ميلك ساكرايد، ميلك اوليجوساكرايد، وفي نفس الوقت الريشيو دي قريبه من اللي موجود في البريست ميلك. من قديم الازل وهم مستعملين دول من 10-15 سنه، زودوا دلوقتي البوست بايوتيك اللي جايه من اللاكتوفيدس فيرمنتيشن. بصوا بقى اخر 3 استادي السرعة جدا. الاستادي دي اتعملت ازاي على ايه؟ شافوا لما يكون البري بايوتيك شورت تشين جوس ولونج تشين فوس مع الثرين جي ال، ايه اللي حصل؟ البري بايوتيك افكت بتاع الجوس والفوس عمل استيميوليشن للجروس والاكتيفيتي اوف بينيفيشال بكتيريا، في نفس الوقت الثري جي ال زي ما قلت عمل سترينثنج للانتيروسايت، يعني عمل بروتكشن للانتيروسايت، وعمل ليميتيشن للبرميابيليتي بتاعتها اللي ممكن تعملها باثوجينيك توكسين، وفي نفس الوقت قلنا ان ليها ايه؟ انتي انفلاماتوري افكت. طيب عملوا بقى سنه 2019 و2020 بحثين على مقارنة ما بين البريست ميلك وما بين الفورمولا اللي فيها البوست بايوتيك والثري جي ال والكومباينيشن اوف بري بايوتيك اللي هو الجوست بوست 9:1 وقدام الستاندرد فورمولا. ستادي دي اتعملت 2019 كانت على 299 طفل. لو ان الاطفال اللي خدت الفورمولا اللي فيها الجوست بوست 9:1 والثري جي ال والبوست بايوتيك حصل الايه؟ ان مايكروبيال كومبوزيشن كان هاي ليفل اوف بيفيدوبكتيريا ولو ليفل اوف كولستريديوم ديفيسيل، يعني علوا البيفيدو نزل الكولستريديوم كولستريديوم، يعني باختصار المايكروبيوتا بروفايل كان فيري كلوز للبريست فيد انفنت. لما راحوا كمان شافوا الفيكال بي اتش كانت اوطى عندهم، سيكريتوري اي جي اي كان اعلى، والشورت تشين فاتي اسيد كان اعلى، يعني كمان الفيكال ميتابولايتس كانت فيري كلوز للي طالع من البريست فيدنج. الستادي الاخيره عملوها 2020 كانوا بيقارنوا ما بين البريست ميلك دي كانت على 350 عيان، وما بين الفورمولا اللي فيها الثلاثه كومباينيشن مع بعض، والفورمولا اللي فيها البري بايوتيك اونلي، والفورمولا اللي فيها البوست بايوتيك والثري جي ال اونلي قدام الستاندرد فورمولا. النتائج طلعت ايه؟ الثلاثه فورمز اللي هي فيها بري بايوتيك لوحده، او اللي فيها بوست بايوتيك وجي ال لوحده، او اللي فيها الثلاثه كانت سيف وما عملتش اي مشاكل. مين فيهم بقى اللي قدر يعلي البيفيدوبكتيريا؟ الوحيد جروب 1 اللي هو فيه الكومباينيشن بتاع الثلاثه. طب وجروب 2 و 3 قدروا زي جروب 1 يقللوا الباثوجينيك بكتيريا، تمام، لكن ما قدروش يعلوا البيفيدوجينيك بكتيريا. الوحيد اللي قدر يعليها جروب 1. البي اتش كانت ريديوست اكتر في جروب 1، والريت اوف سيكريتوري اي جي اي كان اعلى بكتير في الاطفال اللي فقط اخذوا جروب 1. ماي تيك هوم مسج، ذا استابليشمنت اوف جات مايكروبيوتا فروم بيرث اب تو 3 ييرز از كروشيال بيريود فور ذا فيوتشر هيلث اوف ذا تشايلد. انفانت فورمولا انسبايرد باي the beneficial effects of biotics in breast milk. يعني ابتدوا دلوقتي يدوروا ان نحاول نستفيد من البيوتكس زي ما ايه البريست ميلك. البوست بايوتيك هاف اولويز بين يوزد ان هيومن دايت من قديم الازل. زي ما قلت الديفينيشن الجديد والاخير a preparation of inanimate microorganism and or their components giving a health benefit to the host. Being non-living, their safety of use as well as their standardization are much better than probiotics. Short chain GOS will post 9:1 are inspired from the benefits of prebiotics. 3GL له anti-inflammatory effect
وبروتكت ذا انتستينال بارير. البوست بايوتيك ار نيو ممبر اوف بايوتيك فاميلي with proven clinical evidence in healthy infants on gut health and immune system. Finally, these are the products of Danone, Aptamil 1, 2, and Apta Junior 3. الثلاثة دول فيهم الكومباينيشن اوف بريبايوتيك جوسفوس 9-1 HMO3GL and postbiotic. This, the presence of this combination induces microbial composition close to breast milk and shown clinically relevant benefits in healthy infants to support the immune system through the gut. Finally, remember دائما, good nutrition is very important. It will help you to build your future, your economics and your sustainability, and thank you. I'm sorry, انا عارف موضوع رزل شويه بس يعني حاولت بقدر الامكان ابسطه والله. تمام. Thank you Professor Dr. Ihab for this very updated knowledge and recent talk. وليك حق تجيب سؤال الدكتوراه منه. ايه ليك حق تجيب سؤال الدكتوراه من المحاضره. وشكرا جزيلا دكتور إيهاب. في اي اسئله؟